هوية بريس. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة النبوية كما تعلمون هي ثابتة بنص القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. اتفق العلماء على أن الحكمة هي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحي يوحى كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. إذا فبما أنها هي وحي لابد أن تكون محفوظة ومصونة ومعظمة ومحترمة كالقرآن الكريم، لا يجوز المساس بها، وخاصة ما ثبت عن الرسول أو ما صح. أما السنة اللي هي مثلا ثبتت ضعفها ولا أنها موضوعة ولا غير منسوبة إلى الرسول، فهذه لا كلام لنا فيها. ولكن السنة الثابتة عن الرسول التي رضيتها الأمة ابتداء من الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء بعده، فإنه لا يجوز الطعن فيها ولا الكلام فيها بأي وجه من الوجوه. لماذا يطعن الإنسان في هذه السنة، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لم يأتي إلا بشيء يشرح القرآن أو يفسره أو يبينه أو يخصصه عامه أو يقيد مطلقه، وما فيه من أشياء قد تستعصي على العقل في فهمها ينبغي أن يرجع في ذلك إلى أهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فغير المتخصص الذي يشكل عليه شيء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يبادر بيش بتشكيك فيها أو الطعن فيها أو النيل منها، وإنما يرد ذلك إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول علمه الذي يستنبطونه منهم. فلا بد أن نرجع كل شيء إلى أهل الاختصاص فيه وإلى العلماء فيه، والحمد لله رب العالمين.